هذا البرنامج برعايه بيكم. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة وحصاد جديد يبدأ معكم الآن. كل مشاهدينا زي ما احنا متعودين هنسمع مجموعة الأخبار من زميلنا محمد الرئيس، ونعود إليكم مرة أخرى لمتابعة حصاد النهاردة بكل أخباره، بلقاءاته بصالون الحصاد، بكل ما فيه من مواد جهزناها لحضراتكم. نسمع محمد الرئيس ونعود إليكم مرة أخرى. السيسي يستقبل رئيس شنايدر إلكتريك العالمية ويؤكد أهمية نقل التكنولوجيا لمصر. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جون باسكال رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك العالمية وعدد من قيادة الشركة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه تم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة في مصر في مجالات الطاقة خاصة المتجددة والبنية التحتية ومراكز وشبكات المعلومات، حيث رحب الرئيس بتكثيف التعاون مع الشركة في مجالات نشاطها المختلفة، وذلك في ضوء توجه الحكومة نحو تنفيذ مشروعات كبرى ذات فرص استثمارية ضخمة، فضلا عما يمثله السوق المصري كأحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وما يتوفر فيه من أيد عاملة مدربة، وكذلك ارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول العربية والإفريقية والتي تساعد على نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول. الثالث من ديسمبر بدء تسليم قطع أراضي المستثمر الصغير بالقاهرة الجديدة. صرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد الثالث من ديسمبر 2017 في تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمنطقة المستثمر الصغير بالمدينة، وحتى يوم الاثنين الموافق 18 من ديسمبر. وقال المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه يتم سداد استكمال 50% من قيمة الأرض عند الاستلام، موضحا أن التعامل يكون مع المخصص له الأرض فقط مع إحضار أصل إخطار الحجز وإحضار المستندات الخاصة بالشركة من سجل تجاري حديث وعقد تأسيس الشركة مختوم بختم الشركة والبطاقة الضريبية. الحكومة تنفي تخفيض أرغفة الخبز المقدم للمواطنين ببطاقات الدعم. نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه وزارة التموين نحو تخفيض عدد أرغفة الخبز المقدمة للمواطنين على بطاقات الدعم في المناطق الريفية والحضرية. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أن عدد أرغفة الخبز المدعم كما هو دون تغيير بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد بمعدل 150 رغيفا للمواطن شهريا. وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر وفي أي وقت وطوال اليوم. الشرقية للدخان تعلن عن الأسعار الجديدة للسجائر والتطبيق بداية من اليوم. أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني عن تعديل أسعار البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من أصناف السجائر اعتبارا من اليوم، وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وجاءت الأسعار الجديدة بحسب بيان الشركة كالتالي: كليوباترا كينج سايز من 11 جنيه ونصف إلى 14 جنيه، كليوباترا كوين من 12.5 إلى 14.5 جنيه، مونديال أحمر وأزرق من 12 جنيه إلى 15 جنيه، بوستون لايت بيلمون من 12 جنيه إلى 15 جنيه، كليوباترا بوكس
من 12 جنيه و75 قرش إلى 15 جنيه ونصف، وسوبر من 15 جنيه إلى 17 جنيه، وجولدن ويست من 15 جنيه إلى 17 جنيه، وبلاك بول من 16 جنيه إلى 18 جنيه. بنعود ونرحب بحضراتكم مرة تانية كل مشاهدينا الكرام. سمعنا مجموعة الأخبار في شكلها المختصر من زميلنا محمد الرئيس، لكن لسه لدينا مجموعة أخرى من الأخبار. عندنا عنوان في بداية أخبارنا: تكليف مصطفى مدبولي بالقيام بأعمال رئيس الوزراء. قال سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان رسميا من قبل رئاسة الجمهورية بتولي منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودة المهندس شريف إسماعيل من رحلة عراقه. وأضاف راضي للوطن أنه سيتم نشر القرار بالجريدة الرسمية خلال ساعة. هذا وغادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم أسرة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء متوجها إلى ألمانيا لمرافقته خلال رحلة العلاج لإجراء الجراحة والعلاج لفترة تستغرق 3 أسابيع. كان المهندس شريف إسماعيل قد غادر القاهرة في الساعة الأولى من صباح اليوم متوجها إلى ألمانيا في رحلة علاجية زي ما أشرنا تستغرق 3 أسابيع، يخضع خلالها لإجراء عملية جراحية. كان في وداعه بالمطار عدد من قيادات مجلس الوزراء وأيضا من قيادات المطار. وكان المجلس قد أعلن مساء الأربعاء أن إسماعيل يخضع لعملية جراحية في ألمانيا يليها فترة علاج تستغرق 3 أسابيع. معنا على التليفون الأستاذ عيسى مرشد مدير تحرير جريدة الأخبار ومسؤول ملف مجلس الوزراء. أستاذ عيسى مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا بداية لو عند حضرتك أخبار عن صحة رئيس مجلس الوزراء يا فندم، الأمر عامل إزاي؟ لو طبعا احنا عايزين نطمن ولو في أخبار جديدة. والله وخالص أمنيات الشعب المصري جميعا للمهندس شريف إسماعيل بالشفاء والعودة سالم بإذن الله إلى أرض الوطن لنكمل المسيرة التي كلفه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. المهندس شريف إسماعيل غادر النهاردة متوليا إلى ألمانيا في لإجراء بعض الفحوصات وإجراء عملية جراحية بسيطة، بإذن الله يرجع بعدها سالما ليكمل المشوار ويكمل المسيرة التي بدأها منذ توليه منصب رئيس الوزراء. نعم. المهندس إسماعيل إن شاء الله وصل بسلامة الله وبدأت عمليات الفحوصات والتحاليل، وبإذن الله يعني خلال الساعات القليلة القادمة نطمئن عليه. المهمة العلاجية دي هي تستغرق 3 أسابيع. نعم. النهارده الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات جه النهارده الى مجلس الوزراء، كانت الساعه 4:30 عصرا، ودخل مكتب رئيس الوزراء ليتابع الملفات التي كلفه بها المهندس شريف اسماعيل قبل مغادرته عقب اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع يوم الاربعاء امس. نعم. وايا كان الامر فالدكتور مصطفى مدبولي اوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا. القرار ده يستهدف تكليف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان لاستكمال يعني القيام بمهمة رئيس الوزراء، يعني هيكمل لحين عودة رئيس الوزراء يرجع بالسلامة. وأوضح أن جميع الوزراء يطمئنوا على المهندس شريف إسماعيل بإذن الله في مهمته العلاجية، وأكد استمرار مسيرة اجتماعات مجلس الوزراء واللجان والمجموعات الوزارية كما هي ليكمل المشوار، ووجه تحية شكر المهندس شريف إسماعيل وقال أنه كان يقوم بعمل جهد كبير جدا بالذات خلال الفترة الأخيرة عشان يعني ينهي الملفات اللي موجودة قدامه وعشان يتم استكمالها فيما بعد. وأوضح أن المهمة بإذن الله سيتم استكمال المسيرة، وبإذن الله المهندس شريف إسماعيل يرجع بالسلامة ويستأنف عمله إن شاء الله. أعتقد أن القرار الجمهوري نشر في الجريدة الرسمية أو سيتم نشره في الجريدة الرسمية بإذن الله أول عدد إن شاء الله، وقد يكون النهاردة قبل الساعة 12 بالليل إن شاء الله. بإذن الله يوم الجمعة بتقبل الجريدة الرسمية
اجازه، وان شاء الله باذن الله يكون وصل في الجريده الرسميه، وهو جه النهارده ودخل مكتب رئيس الوزراء واستقبله على السلم الامين العام لمجلس الوزراء، ودخل وكل اعضاء المكتب على اساس ان هو يستلم قائم باعمال رئيس مجلس الوزراء. تمام. أستاذ عيسى، كان دايما كل يوم أربع بيبقى فيه اجتماع دوري أو اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء. حصل الاجتماع الأسبوع ده ولا نظرا طبعا للظروف؟ لا لا حصل. تمام. في أخبار جديدة يا فندم في اجتماع الأسبوع ده يا فندم؟ الاجتماع ده تم إقرار مشروع قانون النقل الجماعي في إطار استخدام تكنولوجيا الاتصالات، ده نمرة واحد. نعم. وده بيساعد فتح المجال زي موضوع أوبر وكريم دول، في ناس هتخش شركاء في المسيره، وتم توجيه اجراءات على اساس الناس دي اوبن وكريم يسووا ويقيموا ويوفقوا اوضاعهم طبقا للقانون الجديد، وهيتم استخدام مجموعه من الشركاء او البسطاء اللي هم هيخشوا مشاركين زي اوبن وكريم في السوق، وده هيساعد في حل مشكله المرور، وهيبقى في تيسيرات لانشاء مثل هذه الشركات عشان تساهم في نقل الركاب جنبا الى جنب مع الاوتوبيسات والميكروباصات الخاصه بمؤسسات الدوله. في تعديل مهم تم اجراءه على قانون المحاكم الاقتصاديه، وده يستهدف التيسير على المستثمرين وضم مجموعه من القضايا تسهل اجراءات التقاضي وفتح المجال امام الكثيرين بالنسبه للتيسير والاجراءات مثل هذه. في المجلس اصدر قرار مهم جدا في اطار التيسير على مستثمرين السياحة، وده كان خطوة مهمة على الطريق، تم إعفائهم لمدة حتى 31 يونيو 2018 من الأقساط المتأخرة عدا التأمينات الاجتماعية. نعم. ودي برضه خطوة كويسة عملها مجلس الوزراء في آخر اجتماع كان حضره المهندس شريف إسماعيل، يرجع لنا بالسلامة بإذن الله إن شاء الله. جانب آخر تم التأثير على المستثمرين السياحيين برضه الخاص بالإعفاء من المتأخرات ده خاص بجنوب وشرم الشيخ واسوان. والجهود الامر جهود منظميه، وقال المجلس ان التقرير الخاص بالاعفاء بمد مهله للناس اللي خدت لتنفيذ مشروعات سياحيه لمده 3 سنوات، ومجدنهم المهله عشان يتيح الفرصه امام الاستثمار السياحي لمزيد من المشاركه في التنميه الاقتصاديه المتكامله، وده يعتبر مرحلة مهمة من المراحل الخاصة باستكمال مسيرة التنمية المستدامة. تمام. جانب آخر تم عرض تقييم لمؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، والاجتماع ده عرض فيه عمرو الجرح وزير المالية والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط مؤشرات التخطيط في مؤشرات الأداء الاقتصادي في كل المجالات بالنسبة للمشروعات ومعدلات النمو والعجز الموازنة ومؤشر البطالة، وكلها إجراءات مهمة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي إجراءات تحقق الصالح العام وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة بصورة متكاملة. نعم. طيب أستاذ عيسى، احنا عندنا خبر آخر، يعني عندنا عنوانه بيقول الحكومة تنفي تخفيض أرغفة الخبز المقدمة للمواطنين ببطاقات الدعم. في عند حضرتك معلومات عن الموضوع ده تم مناقشته في اجتماع الأسبوع ده؟ لا لا لا، ده تقرير بيعمله مركز المعلومات اللي هو تابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومركز المعلومات بيرد على كل الشائعات، وأوضح المجلس أنه لا تخفيض للرغيف ولا مساس بحصص الدقيق الخاصة بالمخابز، عشان بعض اصحاب المخابز بيلجأوا يقولوا للناس احنا خلصنا بدري عشان حصة الدقيق تم تخفيضها، الكلام ده مش حقيقي. الحكومه حريصه على مد مظله الحمايه الاجتماعيه لكل الفئات، وبصفه خاصه اللي بيشملوا الفئات الفقيره والبسيطه اللي هم يستحقوا الدعم من خلال البطاقات التموينيه. لا مساس برغيف الخبز، ورغيف الخبز كما هو الفرد ليه 5 ارغفه في اليوم، يعني الفرد شوف في الشهر بياخد 150 رغيف. فبصراحه يعني ده بعد يشكر للقياده السياسيه وللحكومه الحريصه على التنفيذ، وانا بوجه شكر خاص من خلال حضرتك
للدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، اللي هو الحريص على متابعه وتقييم الاداء اول باول لكي يصل الدعم الى مستحقيه، وعمل على تنقيه البطاقات التموينيه، وادى فرصه لعمليات التعديل وادخال البيانات الصحيحه والجديده. كل ده بيستهدف مد مظله الحمايه الاجتماعيه الى هذه الفئات بصوره متكامله تحقق وصول الدعم الى مستحقيه. نعم، شكرا جزيلا استاذ عيسى مرشد، مدير تحرير جريده الاخبار ومسؤول ملف مجلس الوزراء. الرقابة الإدارية مشاهدينا الكرام تضبط نائب رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني برشوة تقدر ب 8 ملايين جنيه. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط ياء ميم ياء النائب الأول لرئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بشيك بنكي بقيمة 1,240,000 جنيه و14 عقد لوحدات سكنية ومحلات تجارية بأحد الأبراج السكنية قيمتهم بتصل ل 8 مليون جنيه متحصلات الرشاوى التي تقاضاها من أحد المقاولين. وكانت الهيئة قد ألقت القبض عليه وعلى ألف ألف غين رئيس جمعية الشباب الوطني للإسكان التعاوني بالسويس، وعين ألف عين نائب رئيس الجمعية عقب حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسؤولي الجمعية، وذلك مقابل استغلال نفوذه الوظيفي بالاتحاد. وطبعا على صعيد آخر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على شقيقين، أول واحد هاء عين ألف والثاني تاء عين ألف، لعرضهما مبلغ 4.5 مليون جنيه رشوة على رئيس حي السلام أول بمحافظة القاهرة مقابل استخدام سلطات وظيفته في إنهاء إجراءات استخراج صلاحية الموقع لقطعة أرض تعدي عليها مساحتها بتبلغ 5 أفدنة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وبتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 350 مليون جنيه. طيب مشاهدينا الكرام، بعد كده في وزير العدل يعلن مصر تخوض حربا ضروسا في مواجهة التنظيمات الإرهابية. دعا وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم إلى تضافر الجهود في مواجهة الإرهاب وتفعيل وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الجرائم المنظمة والفساد للحيلولة دون توفير مأوى للإرهابيين. شدد وزير العدل في كلمته النهاردة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 33 لمجلس وزراء العدل العرب على ضرورة المواجهة الشاملة للإرهاب من أجل اقتلاع جذوره ومواجهته فكريا، وحظر المواقع المحرضة والداعمة للإرهاب، وتعظيم دور المؤسسات الدينية في مواجهة المفاهيم الخاطئة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية. ننتقل بعد كده للخبر التالي. سعد الحريري يسلم طارق عامر جائزة أفضل محافظ بنك مركزي عربي. سلم سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني اليوم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في العاصمة اللبنانية بيروت جائزة أفضل محافظ بنك مركزي عربي في عام 2017 بحضور حشد كبير من القيادات السياسية والاقتصادية. يضم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحضر حفل التكريم محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وعدد كبير من قيادات البنوك العربية والمصرية. طبعا ده خبر جيد جدا يعني. بعد كده في الكهرباء مشاهدينا الكرام، تتعاقد مع شركة لقراءة العدادات دون أن يتحمل المواطن أي تكاليف. وقع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر مع رئيس مجلس إدارة شركة شعاع للخدمات العامة على تعاقد يتضمن إسناد عملية قراءة العدادات فقط لهذه الشركة اللي هي بتسمى شركة شعاع، وذلك في إطار خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذا للسياسة العامة للشركة القابضة وشركات التوزيع التابعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمالا للخطة التي يقوم بها القطاع للتغلب على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة، وكذلك لانتظام عملية قراءة العدادات والاهتمام بدقتها. أوضح المهندس جابر أن هذا التعاقد لمدة 3 سنوات تبدأ المرحلة الأولى منه بحلول أول ديسمبر المقبل كمرحلة تجريبية بقطاع كامل بكل شركة من شركات التوزيع التسعة لإسناد عملية الكشف لشركة شعاع للقيام بتسجيل القراءة الحقيقية للمشتركين كل شهر، وده هيكون دون تحميل للمواطنين لأي تكاليف إضافية أو أعباء مادية إضافية.
آخر خبر عندنا عنوانه طقس الغد مائل للبرودة والعظمى بالقاهرة 20 درجة مئوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء نهارا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ورياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. بالنسبة بقى لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الموج فيها هيكون ما بين متر إلى متر ونص، والرياح السطحية الشمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية الشمالية غربية. طيب فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة على محافظات ومدن مصر. عندنا يعني اخترنا أبرز المحافظات: القاهرة الصغرى 25، العظمى 20، وسط الدلتا 14، العظمى 20، الإسكندرية 15، والعظمى 21 درجة مئوية. ومعنا على التليفون دلوقتي دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. دكتور أحمد مساء الخير يا فندم. دكتور أحمد مساء الخير. مساء الخير على حضرتك وعلى أهلا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا خلاص دلوقتي خلاص يعني ما عادش في تهريج في درجات الحراره. الاول يعني كان من اسبوع كنا بنشوف الدنيا حر الصبح، بالليل يعني بتميل للبروده، لكن دلوقتي اعتقد ايه الجو هيبقى خلاص احنا كده رسمي، مش كده يا فندم؟ يعني احنا في النصف الثاني من الخريف في شبه الى حد ما الشتاء، درجات الحراره بدات في الانخفاض سواء العظمى او الصغرى. نعم. يعني القاهره بكره ما تكون العظمى 23 والصغرى 15، فاذا احنا في جو فعلا بارد. اهم حاجه في هذا الجو هو وجود الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الأماكن القريبة من مزروعات المسطحات المائية. ولذلك من خلال تلفزيونكم بنرجو من جميع السادة السائقين على الطرق أن يطبق تعليمات المرور بكل دقة ويقلل السرعة في وجود الشبورة المائية، وأيضا إضاءة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية وتقليل السرعة بقدر الإمكان لسلامة الجميع. نعم. طيب دكتور أحمد بالنسبة بقى لموضوع الأمطار، احنا امبارح كان في أمطار وأول امبارح أيضا كمان، ده يعني هيبقى متوقع الأسبوع القادم إن شاء الله يعني يبقى فيه برضو يعني احتمالية لسقوط أمطار؟ يعني احنا ان شاء الله من يوم السبت تبدا تاني مره اخرى الامطار خاصه على السواحل الشماليه. هتبدا الامطار مره اخرى يوم الاحد ان شاء الله، تمتد لبعض محافظات الوجه البحري وقد تصل خفيفه الى القاهره. تمام خلاص، يعني احنا كده بالنسبه لموضوع الامطار يعني ده بيأثر على الجو يا فندم مش كده؟ يعني اكيد طبعا. يعني بيخلي نسب الرطوبه عاليه، بيخلي احساسك بالبرد اكتر يعني. تمام. على العموم بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. شكرا يا فندم لحضرتك. مشاهدينا الكرام دي كده مجموعه اخبارنا النهارده خلصت. بعد الفاصل ان شاء الله زي ما احنا متعودين في صالون الحصاد هيكون لنا جلستين. الجلسه الاولى هنتكلم عن تنميه الصادرات المصريه، زي كده رؤيه تقييميه الى حد ما يعني لمسيره الاقتصاد المصري، روجيتا الاصلاح الاقتصادي الان كيف الآن نسير عليها. هيكون معنا ضيفين هيبقى من خلالهم طبعا هننظر لنافذة الاقتصاد المصري وسنطل بإذن الله إطلالة فيها أكثر شمول على مسيرة الاقتصاد المصري. بعد كده عندنا الفقرة اللي طبعا يعني تعتبر ثابتة كل يوم خميس، فقرة الكبير، وحنكون في حضرة كبير من كبارات البلد، وحنكون أيضا كمان في استضافة إحدى قرى جمهورية مصر العربية. أعتقد أن إحنا هنكون في مركز بدر محافظة البحيرة، وهيكون ضيفنا الحاج أحمد أبو العيلة، وسنتحدث في أشياء كثيرة جدا تهم الريف المصري، ونتمنى أنها تتنقل من الريف للمدينة، يعني أشياء جيدة جدا وهيلة قوي نتمنى أنها تتعمق أكتر وأكتر. انتظرونا مشاهدينا الكرام بعد هذه الدقائق المعدودة، رجع لكم مرة أخرى لمتابعة حصاد اليوم.